جذب عدة أنفاس من غليونه قبل أن ينثر الدخان في سماء الغرفة، ثم التفت إلى الطبيب الشاب الذي ارمقه طيلة الوقت بانبهار ليقول بلهجة عملية بحتة: هل أنت مستعد؟ نعم يا سيدي. إذن هيا بنا. وانطلق يتبعه ذلك الطبيب الشاب المنبهر إلى أكثر الأماكن رهبة في هذه المستشفى، المشرحة، حيث قضى أكثر من نصف عمره، ربما عمره كله، لم يعد يدري. حياته كلها دائرة من النوم، الاستيقاظ، الطعام، المشرحة، المائدة الرخامية الباردة تحمل له جسدا ساكنا ووجها يحمل عظة الموت وقسوته. ربما كان هذا الطبيب الشاب أول من يصحبه إلى عالمه البارد الخاوي. إنه يريد أن يتعلم، فليمنحه ما يريده إذن. وما إن جمعتهما الغرفة الباردة حتى التفت إلى الطبيب الشاب ليقول: أهي أول مرة لك؟ نعم، نعم يا سيدي. مرحى مرحى. ها هو قد بدأ يتوتر دون أن يرى الجثة حتى. من الأفضل له ألا يفقد وعيه، سيضيع هذا وقته بلا طائل. وأمسك الملف على المنضدة ليقرأه بعينيه لحظة، ثم قال: حسنا، لدينا قتيلة في غرفة مغلقة من الداخل، ما هي الاحتمالات التي نملكها إذن؟ انطلق الطبيب الشاب يجيب كأي طالب نجيب: تسمم أو اختناق أو انتحار. عظيم، دعنا نستبعد التسمم والاختناق، فهي لا تحمل أعراض كليهما. ما المتبقي إذن؟ الانتحار. ابتسم ابتسامة جانبية وهو يتجه إلى المنضدة الرخامية ودفع الغطاء الملوث ببقع حمراء طازجة قائلا: إذن فهذه هي أول حالة انتحار بفصل الرأس عن الجسد. وعلى العكس ما توقع تماما، اقترب الطبيب الشاب من المنضدة متفحصا الجثة مقطوعة الرأس باهتمام فضولي، ثم بدأ يقول بصوت خلا تماما من التوتر: أنثى بيضاء في العقد الثاني من عمرها، الرأس مفصول عن الجسد بأداة حادة شديدة الحدة في الواقع، فلم أرى في حياتي قطع له هذه الحواف، ربما كانت الأداة المستخدمة سيف أو فأس. عظيم، ليست ضحية انتحار إذن؟ لا أستطيع الجزم بهذا الآن. أصابته إجابة الطبيب الشاب بالضيق، فقرر أن ينهي هذا الجدل وقال: دعني أمنحك الصورة كاملة إذن. لقد كانت هذه الفتاة في غرفة مغلقة حين لاحظت أختها الدماء المنهمرة من أسفل باب الغرفة. طرقت الباب كثيرا قبل أن تبدأ في الصراخ، وحين اقتحم الجيران الغرفة واستدعوا الشرطة بعد ذلك، كانت المجزرة التي رأوها تحمل لهم ألف سؤال. وصمت لحظة ليعيد إشعال غليونه لينثر المزيد من الدخان قبل أن يتابع: لقد كان كل شيء محطما في الغرفة، بل منسوفا وكأنما انفجرت قنبلة في المكان. أما هي فكانت تسبح في بركة هائلة من الدماء، وقد ألقى أحدهم رأسها في ركن الغرفة. النافذة الوحيدة في الغرفة كانت مغلقة من الداخل، وكذلك باب الغرفة، ولم يكن لسيفك الحاد هذا أي وجود. ظل الطبيب الشاب جامدا برهة يفكر قبل أن يقول أخيرا: كيف خرج القاتل إذن؟ منحه هو مزيدا من دخان غليونه دون أن يجيب، فكرر الطبيب الشاب: هل تعرف كيف؟ ها هو يقوده إلى الفخ بعد أن فتح هو بابه بنفسه، فليدخل إذن. أو لنبدأ بفحص الجثة أولا، هذا هو عملنا. أعرف أنه عملنا، لكن لماذا لا نضفي عليه القليل من المتعة؟ لا مناص من الفخ إذن، ليلقي له بالكرة إذن. ما الذي تعتقده بالضبط؟ أن القاتل عبقري. أحسنت، لنبدأ عملنا إذن. لكن الطبيب الشاب بدأ مصرا وهو يتابع: المشكلة الآن تكمن في ثلاث نقاط، وهي كيف دخل إلى الغرفة، وكيف قتل الفتاة وحطم الغرفة دون أن تسمع أختها أي شيء، وكيف خرج في النهاية. أجابه هو بنفاد صبر:
إجابة السؤال الثاني أن أختها كانت في الخارج حين ذاك، أما الأول فلا يهم، كل القتلة يستطيعون الدخول دائما. ماذا عن الثالث؟ كيف خرج؟ لا مفر إذن. هذا الوغد سيجعله ينطق بالكلمة التي ظل أكثر من 20 عاما يحاول تجنبها. لا أدري، قالها باقتضاب، بغضب، بفشل، بخجل. لنحاول أن نعرف إذن. هتف بعصبية. كيف؟ أجاب الطبيب الشاب بحماس. دعنا نستعيد ما حدث عمليا، هل بقايا الحطام موجودة هنا؟ نعم. عظيم، قالها واتجه إلى باب المشرحة ليغلقه من الداخل بإحكام، ثم تابع وعينيه تلمعان حماسة. والآن نحن في غرفة مغلقة، نحن في غرفة مغلقة تماما كما كانت هي. أين بقايا الحطام؟ أشار إلى مجموعة من الأكياس موضوعة على المنضدة دون أن ينطق، مراقبا إياه بعينيه. أما هو فأخذ يتفحصها بعناية ولعشر دقائق كاملة قبل أن يقول: والآن دعنا نتخيل المكان. لقد كان السرير هناك في الركن الأيسر من الغرفة على سبيل المثال، والغرفة مضاءة بمصابيح النيون، وثمة مرآة ذات برواز خشبي على الحائط، وخزانة ملابس قرب السرير. لقد كانت هي تجلس على السرير أو نائمة عليه حين دخل القاتل. لا يهم كيف ظهر، كما اتفقنا من قبل، السؤال هو هل قتلها على الفور؟ لا أعتقد، هناك جروح قطعية في باطن الكفين وفي الذراعين، إنها جروح مقاومة على الأرجح. هذا يعني أنها كانت مستيقظة حين ظهر. تسلل الحماس إليه نوعا ما، ففحص الجثة بعينيه قبل أن يجيب: ثمة خدوش وشظايا زجاجية تركت جروح ما قبل الوفاة، أي أنه حطم الغرفة قبل أن يقتلها. عظيم، لماذا؟ ليخفي الأدلة على الأرجح. لا أعتقد، كان ليفعلها بعد قتلها لو أن هذا هدفه. لماذا إذن؟ لا أدري. الآن تتعادل الكفتان، لقد منحه عجز الطبيب الشاب شعورا عارما بالراحة. دعني ألقي نظرة على البقايا أولا. وأخذ يفحص البقايا بعينين تحملان 20 عاما من الخبرة، وإذا اعتدل أخيرا قال: هل تساءلت عن سر وجودي هذه؟ قالها ورفع بين أصابعه بقايا شمعة سوداء حدق فيها الطبيب الشاب باستغراب قبل أن يقول: لم أقف كثيرا عندها، ربما استخدمتها لأن الطيار الكهربي انقطع. أو لو كان الطيار الكهربي انقطع لفتحت النافذة، هذا هو رد الفعل الطبيعي لأي امرأة. ثم لماذا تحضر شمعة وتشعلها ثم تغلق الباب والنافذة عليها من الداخل؟ ألا تجد هذا غريبا؟ بالطبع. ثم هناك هذه البقايا الورقية، هل لاحظتها؟ لقد مزقها أحدهم بعناية فائقة، وبعضها يحمل دماء جافة، بالتأكيد دماء الضحية. لكن هل جاءت هذه الدماء قبل أم بعد قتلها؟ عاد الانبهار إلى عيني الطبيب الشاب وهو يقول: وما المكتوب في هذه الورقة؟ دعنا نجمعها لنرى. وعلى الرغم من أن عملية جمع البقايا الورقية كانت مرهقة ومملة، إلا أنه كان يشعر بحماس غير عادي أورثه إياه الحماس في عيني الطبيب الشاب، وفي الرغبة في معرفة ما يحدث أو ما حدث بالفعل في الغرفة المغلقة. هل تفهم شيئا من المكتوب؟ قالها الطبيب الشاب بعد نصف ساعة قضياها في جمع الورقة، ليحدق بعد ذلك في الرمز الغريب الذي ترصت أسفله كلمات بلغة أغرب، وقد أخفت آثار الدماء الجافة معظم الحروف لتزيد الأمر تعقيدا. ولم يملك هو نفسه من الانفجار صائحا: لا أعرف ما هذا، لقد مللت هذا كله، نحن نضيع وقتنا بلا طائل، ربما لم تكن لهذه الورقة علاقة بالجريمة أساسا، لنترك للشرطة مهمة العثور على القاتل ولننتهي نحن منا. مهلا، لقد نسينا الشمعة. قاطعه الطبيب الشاب بهذه العبارة، ثم تناول الشمعة بلهفة وأخرج علبة ثقاب من جيبه
وأشعل بها بقايا الشمعة السوداء قبل أن يثبتها على المنضدة أمام الورقة ليقول: أعتقد أنه يجب أن نغلق المصباح. ودون أن ينتظر رده كان قد ضغط على الزر بالفعل ليهوي الظلام على المكان إلا من ضوء الشمعة المتراقص. ألن ينتهي هذا السخف؟ لحظة أرجوك. صمت منتبها إلى حقيقة بالغة الأهمية، لو لم يستطيع تفسير ما حدث ستكون هذه أول جريمة كاملة تمر عليه في تاريخه كلها، الجريمة الكاملة التي ظن أنها خرافة لا وجود لها، عنقاء الطب الشرعي كما اعتاد أن يسميها، وها هي العنقاء تنفض رمادها وتعلن عن مولدها. لا، هناك حل حتما، بالتأكيد هناك حل. لقد اعتاد أن يلعب لعبة الاختلافات العشرة حين كان صبيا، وكثيرا ما كان يتوقف بعد الاختلاف الرابع أو الخامس ليشعر على نحو يقيني أنه لا يوجد سواها، لكنها كانت هناك، دائما كانت هناك. الآن ليلعب اللعبة بصورة جديدة، صورة فريدة من نوعها. على اليمين صورة فتاة تجلس في غرفتها تقرأ على فراشها، وعلى اليسار صورة الغرفة المحطمة والفتاة وجثة تسبح في الدماء، رأسها في ركن الغرفة. أين الاختلافات العشرة إذن؟ السرير لم يعد موجودا. 1- المرأة تحطمت. 2- المصباح تحطم. 3- خزانة الملابس تحولت إلى شظايا. 4- الرأس في ركن الغرفة لم يكن مكانه هناك. 5- عظيم، لقد اقترب، الدماء في كل مكان. 6- ماذا أيضا؟ الورقة الممزقة. 7- والشمعة السوداء. 8- والمفتاح. 9- المفتاح. لقد أغلقت الغرفة من الداخل كما قالت الأخت، فأين المفتاح إذن؟ وقذف بجسده تجاه المنضدة التي تحمل على سطحها بقايا الحطام في تلك الأكياس البلاستيكية ليبدأ في فحصها بلهفة أفقدته صوابه. وجدتها، هاتف بها الطبيب الشاب بغتة وقد التمعت عيناه بنظرة عجيبة أرغمته على التحديق فيه بدهشة. والطبيب الشاب يواصل موجها حديثه إلى الفراغ: الجروح القطعية في باطن كفيها لم تكن جروح دفاعية، هي أحدثتها بنفسها، هي التي أسالت دماءها على الورقة. ثم وجه كلامه إليه فجأة متسائلا بلهفة مجنونة: أين مشرتك؟ ناولني إياه، ناولني حالا. لا داعي، ثمة واحد معي، ها هو. وأخرج المشرط من جيبه، حدق فيه لحظة على ضوء الشمعة، ثم وبلا تردد شق باطن كفه لتسيل منه الدماء على الورقة. هراء هراء، كل هذا هراء، لا توجد جريمة كاملة، صرخ هو بهذه العبارة بمزيج من الانتصار والعصبية والشعور بالخلاص. دعك من هرائك هذا، إنها ليست جريمة غرفة مغلقة، فالضحية لم تغلق الباب على نفسها من الداخل، المفتاح لم يكن معها، ليس موجودا ضمن البقايا، كل هذا كان بلا طائل. فجاءه ذلك الصمت الذي أجاب به الطبيب الشاب وتلك النظرة العجيبة في عينيه: أجب يا هذا، لقد انتهى الأمر، كررها وأخذ يحدق في الطبيب الشاب الذي همس فجأة: لقد فهمت ما في الورقة، لقد أخطأت هي ونحن كررنا الخطأ، يا لنا من حمقى، لقد استحضرنا. صرخ في عصبية: انسى هذه الورقة، لقد انتهى كل شيء، لقد. لكنه بطر عبارته ليطلق شهقة فزع هائلة حين طار رأس الطبيب الشاب بغدة ليسقط في ركن الغرفة، وللحظة ظل الجسد واقفا بلا رأس، ثم هوى دفعة واحدة لتدوي الطرقات، طرقات بدت وكأنها لآلاف المطارق تهوي على كل شيء في المشرحة محيلة إياها إلى حطام متناثر. وأمام عيناه الجاحظتان بهلع أخذ كل شيء في الغرفة يتطاير ويتحطم، وسقط المفتاح وسط الحطام المتناثر تحت قدمي، وفهم كل شيء، فهم في تلك الثانية قبل أن يطير رأسه من على جسده في الغرفة المغلقة. تمت بحمد الله.